بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى الرماحي، فيديو جديد ومعرفة IP Noun Station. طبعا IP Noun Station الديفولت هو 192.168.1.20، هذا بالنسبة للمتصفح. بالنسبة لل IP version 4 هو 192.168.1، يكون بفرق بسيط، يعني يكون 25 24. اكو اداة تقدمها شركة UBNT اسمها UBNT Discovery، راح اخلي رابط هذه الاداة اسفل الفيديو ان شاء الله. انت ما تفتحها تعطيك IP Noun Station. مرات يكون ال IP مو ديفولت، يعني يكون واحد مغيرها او انت ما اخذ نانو مستعمل او ابو البرج مرات يغيرها، يعني security. فعندما نفتح هذه الاداة راح نلاحظ ان ال IP مالتي 20، فاني لازم اضيف بالاي بي فيرجن 4 الفرق البسيط اللي هو 25. انا الان ضايفه، راح اتاكد منه. بروبرتيز تشينج ادابتر سيتنج هير بروبرتيز اي بي فيرجن 4، انا ضايفه 192.168.1.25، راح اضيفه. اوكي. الان لازم من افتح النون ستيشن على هذا الاي بي، راح يفتح عند صفحة جوجل كروم. المعقد 192.168.1.25 عند هذا الاي بي لوجين. نشوفه فتح. مرات ما يفتح من اول مرة، ما اعرف هاي السبب ليش. UBNT راح اشوفه دخل. اذا اريد اغير الاي بي مال النون ستيشن عن طريق النيتورك، راح اشوف انه هذا الاي بي انه 21. اذا اريد اغيره، اذا خلينا نقول اسوي هنا 23، اي تشينج، راح اقله ابلاي، راح اتغير النون ستيشن. بعد ما اجي لل UBNT Discovery قلت سكان من جديد، راح الاحظ انه 23. فما ايش قد راح يكون الاي بي مالتك هنا، انت هذا الاي بي مال الجهاز ال UBNT، عليك فقط انه تروح تبدل او تضيف الفرق من خلال ال UBNT او الاي بي فيرجن 4 على مود يتوافق ويا هذا الاي بي. ان شاء الله تكون الطريقه مفيده وعرفت شلون تعرفون اي بي النون ستيشن الخاص بك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.